انا عندي جوال قديم مثلا وشغال الجوال وممتاز، ليش اروح اشتري جوال جديد وانا اصلا قادر؟ يعني هذا الجوال اللي بصور فيه ابجي 7، نزلت له اندرويد 12، نزلت له اندرويد 13، الجوال شغال، الجوال فيش فيه اي مشكله وحلو. وتيك توك، انستغرام، تيك توك حياه في طبعا، بس انستغرام، فيسبوك، ماسنجر، ضحكوا علينا وحكوا اذا جوالك صار له سنه او سنتين لازم تشتري جوال جديد. بدك الصراحه انا كنت مقتنع في هذا الكلام وبدافع عنه كمان، لكن صار معي اشي خلاني اغير كل تفكيري ومنظوري من هذا الناحيه ومن نواحي ثانيه. خليني احكي لك قصه صغيره وبالمره اعرفك عن نفسي بسرعه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، معك زين العابدين وهذه قناتي وراح انشر فيها افكاري، واللي باكد لك اياه واللي بوعدك فيه انه كل فيديو حتتابعه حتطلع بفايده باذن الله. وخلينا ابدا بالقصة اللي حكيت لك عنها. تعرف بعد الحرب على غزة كل شيء صار غالي، الأكل، الشرب، اللبس، كل شيء في غزة صار غالي. وغير هيك الناس استغلت بعض، أغلب الناس استغلت بعض. بشكل عام الحياة صارت لا تطاق، لا من الاحتلال ولا من الناس ولا من حكوماتنا ولا من أي حد. المهم يوم من الأيام كنت قاعد في أمان الله، كنت لسه صاحي يعني من النوم وهيك، زي أي مواطن غزاوي فيش وراه شيء. فتحت الجوال وبدأت نقلب فيه. المهم بفتح ريلز من الريلزات اللي بعتوا لي اياها اصحابي، فيش صوت. يعني انا قلت يمكن مشكله في الانستغرام يعني دائما بكون في مشاكل زيها. فرحت على اليوتيوب دغري، نفس المشكله. رحت اعدادات الجوال، اعدادات الجوال فيش فيها شيء. رحت عليت الصوت، جرب جرب جرب، بحثت على اليوتيوب، بحثت كذا كذا كذا. وللملاحظه يعني الجوال كان معي بوكو اكس 3، وبعد هيك عرفت انه مليان مشاكل، واصلا ما كانش اللي شاريه شهر يعني، وشريته في الغلا كمان. فالمهم ما عليك بالطويله، شدت الرحالة على البلد. البلد اللي بعرفش البلد يعني مكان تقدر تحكي العاصمة تاعت دير البلد. المهم رحت على البلد، عرضت المشكلة على أكثر من محل، كله بيحكي لي لوحة لوحة لوحة، اللي هي اللوحة اللي هي بكون فيها الصوت، بكون فيها المعالج، بكون فيها الرماد، بكون فيها كل شيء. لوحة الجوال كلها ضربت. قديش اللوحة؟ قال لي 150 جيجا. أنا بدك الصراحة كنت لسه شاريه جديد، وصل مستخدم بس يعني انا شريته جديد وغالي، فخلص الجوال طلع من نفسه. فقلت بدل ما اشتري، بدل ما اصلح الجوال يرجع ثاني يخرب، لان حسب ما قال لي صاحبي لي انه بترجع بتصلحه ممكن برضه ايش يعني 90% برضه حيخرب ثاني. ايش بدي اعمل؟ ايش بدي اسوي؟ فاللي صار قعدت ادور على جوال قديم، دور. المهم روحت في شاب هنا عندنا في المنطقه عنده محل صيانه، فرحت له، دخلت عليه المحل، السلام عليكم. وعليكم السلام. المهم بعد ما دخلت وسلمت عليه لمحت فيه جوالين، حلو، جوال اللي هو جديد شوي تقريبا ريدمي 9 اي او حاجه، يعتبر جديد عندنا في غزه يعني، ايش بدنا نسوي؟ والجوال الثاني سامسونج S6. انا بيني وبينك لما شفت السامسونج S6 نسيت كل جوالات العالم، أحب الجوالات القديمة هذه مش عارف ليش. فمسكت الجوال ضلتني بعبش فيه. يعني في البداية أنا مسكته زيك إنه بس حب بعبش، حب تجربة، ضلتني أجرب وبعبش وأسوي وأسوي. اكتشفت الجوال بيعمل تقسيم شاشة، اكتشفت الجوال سريع، اكتشفت الجوال كاميراته أفضل من ريدمي 9 اللي عنده. قلت هذا الجوال تقريبا من 2015، وهذاك الجوال بعديه يمكن حركة 5 سنين زي إذا مش أكثر. فأنا قلت إيش؟ بدي أسأل على سعر الجوالات. سألت صاحب الجوال أو صاحب المحل، قال له والله الجوال هيك السعر ما عجب، يعني غالي كثير بالنسبه لجوال زي هيك. فضلتني شويه بحكم انه صاحبي توهش، فبحكم انه هو صاحبي قلت له اسمع بدي اخذ الجوال معي على الدار. قال لي ايش بدك فيه؟ قلت له مالكش دخل، اذا زبطت معي الشغله هذه اللي بدي بفراسي بدي اشتري الجوال، ما زبطتش برجع لك. قال لي تمام روح. روحت انا ايش اللي كان في راسي؟ اللي كان في راسي انزل للجوال كاستم روم. ايش يعني كاستم روم؟ باختصار بديش ادخلك في اللجه هذه كلها، كاستم روم هو تحديث الجوال. بكون مع الجوال قديم بتحدثه لاندرويد جديد، فالاس 6 اللي كان معي اصداره 6، اندرويد 6 تمام. فانا رفعته لاندرويد 13. المهم بعد ساعتين ظلت نجرب فيه واستخدم فيه وكذا، عمي الجوال في فرق يعني. قبل في الاندرويد 6 كان بعلق وبيسخن وبطيء ومش عارف ايش، وبتشغل ايش الوضع الليلي، وانا مهم الوضع الليلي عندي عشان نظري يعني. فظلت نجرب في الجوال لقيته انه ممتاز يعني، ليش اروح اشتري 9 اي وهي معي واندرويد 13 كمان 9 اي بصير في اندرويد 9 ولا اندرويد 10. فخلص قررت انه بدي اشتري الجوال. رحت له فرجيته عند الجوال، قلت له تفرج الجوال. انصدم عنده، قال ليش سويت فيه؟ قلت له والله حدثت النظام. قال لي اتفرج وعجب الجوال. قال لي تمام. قال لي بدي اقعد معك صفقه. قلت له توكل على الله. قال لي بدي اسير ابعث لك جوالات زي قديمه وانت تحدث لي. قلت له من هذه قبل هذا، طبعا المصاري فيش حاجه ببلاش.
قبل كنا نعمل ببلاش في غزة، الحين بطلنا نعمل، كل شيء غالي وصح لك أي حاجة بتطلع منها مصاري بالحلال وبدون استغلالها. فاللي قصدي أحكيه من كل قصة هذه واللج والدنيا والإضاءة هذه والجوال هنا عماني والدنيا، بدي أحكي لك شغلة واحدة، إحنا لو فهمنا شغلة بسيطة لو فهمناها حنبطل يعني نشتري جوال، إلا في الحالات يعني إذا أنت عن جد بدك جوال، إذا أنت عن جد بدك تطور جوال لأنه بفيدك لأنك بتشتغل لأنك كذا، هذا بيختلف. لكن أنت مستخدم بدك جوال اتصالات واتساب مش عارف تيك توك انستغرام تطبيقات بنكية والأمور هذه، لأنه التحديث هذا آمن جدا. إصدار اللي كان على الجوال أندرويد 6 يعني إيش؟ يعني الشركة زمان رمية أندرويد 13 لسه يعني جديد، إحنا لسه منزلين أندرويد 15 على الجوالات الجديدة، ففيش فرق كبير. لو إحنا ننتبه على الشغل هذا أو يعني أصحاب المحلات ينتبه على هذا الشغل اللي هو يتيحوا عندهم خدمة تحديث الهواتف القديمة. أنا عندي جوال قديم مثلا وشغال الجوال ممتاز، ليش أروح أشتري جوال جديد وأنا أصلاً قادر؟ يعني هذا الجوال بصور فيه G7، نزلت له أندرويد 12، نزلت له أندرويد 13، الجوال شغال، الجوال فيش فيه أي مشكلة وحلو. وتيك توك انستغرام، تيك توك حياة فضلا، بس انستغرام فيسبوك ماسنجر تطبيقات بنكية مثلا شو كل شيء شغال 100% كأنه عاد كأنه أمر طبيعي. وجوال بصور فيها ضمان بلس 6، بصور 4K 60 فريم عليه أندرويد 10 وهذا عليه أندرويد 12. أنت متخيل؟ تخيل الفرق. يعني هذا الجوال القديم اللي وضعه صعب، اللي مساحته 16 جيجا، اللي معالجه إكسينوس أبصر قديش، في أندرويد أحدث من الجوال هذا، ولك أنت تخيل طريقة G7 هذا الجوال القديم أحسن أفضل من الوان بلس 6 اللي أنا قاعد بصور فيه. فالصراحة أنا في بالي كمان يعني أعمل فيديو G7 أندرويد 13 عام 2025، وأعمل فيديو حيكون يعني مصور متكتك مزبط ومرتب وفي مقارنات وفي قصص وفي دنيا. بدي أفرجيك عن جد إنه جوال قديم بعد التحديث بصير جوال جديد، مش محتاج بس يمكن هي موضوع الكاميرا يعني، بس يعني هي الكاميرا سيئة جدا، وأصلا كاميرا الجوال معايا يعني مكسورة، بس أنا حجيب جوال ثاني من شاب صاحب الكاميرا حتكون فيه تمام وفرجيك إنه فيش فرق بعيد. يعني إذا أنت بتطالب مثلا بتدرس أو مثلا بس بدك تبعت صور واتساب مستندات حتلاقي مفيدة يعني.